طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟ مكانك يا غالي. على ليك شو يا رحيم؟ يا قلب امك كملي يا بسمة مبروك يا رحيم بيه. مبروك على سيد حياته وراحت باله. انت بتقول كده ليه يا رحيم؟ مهما كان المال مالك طول عمرك حقاني يا ابو نسب. كده عقود القصر والمركب تمام. امال يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. انت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يا بابا يلا. حاضر. ما تقوم. حاضر يا حبيبي. ربنا ياخدك يا هشام، ربنا ياخدك. ما بيجريش من وراك الا المصايب ووجع القلب. اخ وطبعا حلمي كان عارف الموضوع ده من اوله. ما تردي في ايه يا بنت؟ ما تردي. كان عارف. وطبعا حضرتك التليفونات والوشوشة وتجري تستخبي مش عايز حد يسمعك كان بخصوص الحوار ده برضو صح؟ الكذب خيبة يا حاج. صح. وما قلتليش ليه وليه؟ هشام قال لي لو الحاج ورحيم عرفوا عن الموضوع ده حاجة مش هتشوفي بنتك تاني. والضنا غالي وانت عارف يا حاج. ايه الضنا غالي؟ اول مره اعرف. تصدقي حصل ايه بعد كده يا بنت؟ هتردي ولا ما حصلش والله. رد على طول. هم جابوا نهايه الحوار، سابونا نمشي. وما عرفتيش اسم الجدع اللي خلصكوا ده ايه؟ لا. طب شكله ايه يا بنت؟ يعني هو ليه هبه كده وحليوه وابن ناس وامور كده وطول بعرض يعني كده بس. هو ده اللي خدتي بالك منه بس؟ امور وحليوه يا واطيه يا واطيه ابن ناس يا واطيه. هو ده بس يا بنت؟ شكل امه ايه؟ شكل ام طويل يا حاج. الدنيا كانت قصير تخين رفيع. اتكلمي يا اختي. الدنيا كانت ضلمه. انا بصراحه كنت بعيط وما كنتش شايفه كويس. شايفه كويس؟ الهي تتعمي يا شيخ. الهي تتعمي عشان تريحينا كلنا. يا ساتر عليكي. في حاجه تانية يا بنتي مخبيه عليا؟
يا بنت بصي انا اللي بكلمك. لا لا مش المصحف ابدا. علي حرام من ديني، علي الحرام من ديني. لو مخبيين عني حاجة تانية لحتبقى ليلة اللي خلفوكوا طين. فاهمين؟ فاهمين. حلمي روح قول للناس في المايك ان النهارده فري احتفالا بافتتاح المكان. تمام. هلا الشاب. عايزك تعدي كده وسط الزباين تحسسهم انك صاحب المكان، فاهمني؟ اعتبره حصل. تعالى هنا، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه عجبك؟ عجبني ايه وبتاع ايه؟ انت جاي تفتتح محل فطاطري؟ قول يلا. معلش دقيقة واحدة بس يا دقيقة واحدة. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. النهاردة بمناسبة افتتاح المكان هنا رحيم بيه صاحب المكان ده أمر إن كل طلباتكم النهاردة هتبقى فري. Have a nice time. وانت يا سامي ليه ما حاولتش تعطل رحيم في حوار سيد والشهر العقاري؟ عشان كل مرة كان بيطب عليا زي القضا المستعجل، ما كنتش بلحق اتصرف. سامي سامي ما تصلش عليا، انت عارف امتى تسلم لفلان وامتى تعطل له مراكبه السير؟ ما هي ما كانتش هتخش عليه، وانا قلت لكم قبل كده كذا مرة الحقوه قبل ما يكبر، او ارجعوا بقى بالزمن 7 سنين لورا. زمن ما بيرجعش لورا يا سامي. مين اللي قال كده؟ ده حتى بيقولوا الزمن بيلف يلف يلف ويدور ويرجع تاني لنفس النقطة اللي كان فيها. وبعدين عايز أقول لك على حاجة أخوية، ما تشتغل مراحيم تاني، مكتب له المصنع أحسن بالمرة. لا إن جبت الحق المصنع طول عمره بتاعك، لكن المركب بتاعت رحيم مش بتاعت سيد. ورحيم راجل حقاني ما ياكلش حق حد، لا من معارفه ولا اللي مش من معارفه. بسم الله ما شاء الله. قمر وانت عامل خطبه كده وعمال تجمل لي في محاسن العريس. اقول لك على نصيحه اخويه، حط ايدك في ايد رحيم. يا سامي اللي بيني وبين رحيم مش مجرد فلوس ومصالح بس. قصدك داليا؟ ما هي طول عمرها موجوده، وانتوا طول عمركم بينكم وبين بعض عيش وملح ومصالح وفلوس. نصيحة أخوية رقم 2، ما تخليش الستات يدخلوا في البزنس، بيخسروه على طول. وبعدين يا أخي ما تخلي داليا هي اللي تختار، لا أنت هتتجوزها غصب عنها ولا رحيم ينفع يتجوزها إلا برضاها. أهي خلصانة هي لوحدها. سامي انت وانت صغير ما كنتش بتروح المكتبه تستعير كتب؟ طبعا كنت بقرا ميكي جيب. اصل طول عمري ماليش تقل على القرايه. انا بقى الكتاب اللي كنت استعيره بعد ما اقراه كنت بقطعه. عارف ليه؟ عشان ما حدش غيري يقراه يا سامي، فاهم؟ عشان كده ما كنتش بحب القرايه، بتجيب مشاكل. اتأخرت ليه يا باشا؟ ما تقلقش مش هنطول.